بنزرت، باش نحكيو على بحر بنزرت وحوت بنزرت، احكي لنا شو. توا يدخل ديسمبر، الناس الكل توا تبوش، ما عادش بحر، ما عادش فماش باش تمشي للبحر، شنو باش تلقى فيه؟ الدنيا بارده، واحد يمرض والدنيا ما فهم حتى شيء في البحر، توا يخرف البحر، توا عنده فلوكه يمشي يطلعها ويدهنها ويصلحها ويريقلها، والدنيا تكرش توا شهرين ثلاث شهور حتى يجي الربيع، ما فهم شيء توا في البحر. باش تلقى فيه البحر تو برا يمشي للبحر، باش ما شيء ما فهم، الحوت يخرف تو يرقد يبكي، ما احنا نكرشوه ويكرش، يقل الحوت في الشتاء ما فماش، عنده وقت الحوت. واللي مورد رزقه معني على الصيد، شنو يعمل في الشتاء؟ تو في الشتاء يطلب، اللي عنده من البحر برك يستقات، يستقات تو العوام الاخرى الكل هذوما، كان بكري البحر يعول في الصيف، يعول المونه نتاعو نتاع الشتاء، باش كي يدخل ديسمبر وجانفي فهمتي ولا لا، يسكر باب دارو ويتحشيها تحت البطانيه ويجبدك المونه نتاعو ياكلها اللي يخدم بها في الصيف. توا لا عاد فما حوت، لا عاد فما بحر، الناس قاعده تطلب تو. فرج لك الفلايك اخص، هاو القليل فيهم كان تلقى عاد مكتوب 10,000 نعطيك اللي تحب. هاو بماعونهم بماتريالهم. هاني فلوك انا نصلح فيها، حاير فيها باش ناخذ لها اللوحات. ما عندناش لا شكون يعطينا، لا شكون يشجعنا، لا شكون يوكلنا، لا عمره جانا واحد مسؤول قال اش نستحقوا. ولا منين تعيشوا، ولا هذا بحرية زواولة ثلاث شهور تو في الشتاء من الثلج يصب وشتاء وريح، وهذاك شوفوا قاعد ما يمشيش يتفقدوه، يعطيوه حويجة ياكل البحري، فاش ياكل البحري اش عنده؟ يا ريت تو كان نعطيك فما ثلاثة انتريتية ياخذوا في 180,000 في الشهر، هاي 180 ولا 190,000 في الشهر، بلاهي نتاع عاش نتاع شنو؟ 180 ولا 190، أنا ناخذ في 190,000 في الشهر هاي. وأنت صياد تخدم على البحر. هاي. خدمة البحر ما فيهاش فلوس؟ ما فماش، ما عادش. تمشي للبحر تو تدز فلوكة تجيب كيلو ونص حوت، باش تبيعه ب 20,000 متاع عاش، متاع الدخان، متاع الكاسكروت، متاع شنو؟ كيفاش تجيب؟ فينو البحر؟ ما عادش فيه الحوت، كلاوه الحيتان البالانسيات يكركروا ما بغير وقت، الفلايك مصلي على النبي، هاك ترى فيها أكثر من الحوت اللي في البحر. كلها تصطاد. الكل عملوا الفلايك، حتى ماهوش بحر والله ترى عباد أقسم بالله عمرو بط البحر تو عاملين كل البانوات والفلايك. أقل فلوكة ب 15 و16 مليون يعملها ويهبط ويبدا يجري في البحر، ما فهم شيء راه. يجي يقلقك ويقادي عليك هكاهو. تفرج أنت. هي ما يلزمهاش خبرة وصنعة؟ بيان سور صنعة، مالا كيفاش خبرة؟ مالا كيفاش؟ كيفاش الدخلاء يدخلوا على القطاع؟ يدخلوا ما فهم، مسيبة الدنيا. مسيبة، كاش يمشي يعمل تو فلوكة برا، أنت تو تعمل فلوكة موتير وبرا خش تمشي للبحر زعما ولا تمشي تصطاد. يجي يقلق اللي يخدم قاعد تاع، احنا نخدموا ساعة ساعة ناكلوا، ناكلوا منه الماء والبحر، يجي هو يقلقك ما يخليكش. جي يراك اليوم انت كصناعي كفيو هكا ويقول لك هذا مادام قعد لهنا غدوه يجي هو يشدك البقعه وين انت تخدم، ايش تعمل لهنا؟ تنسى روحك وتروح. هو عنده في فلوكه ب 50 و 60 مليون وموتور يجري ب 100 زيله 120 زيله، وانت بالمقادف احنا نخدموا هنا اللوحه الكل زويوله ناس تلقط هنا. توريتهم قاعدين يطلبوا تو، يطلب العباد تطلب، اقسموا بالله تطلب. هاي يعطيو فيهم في 180,000 في الشهر. سوم الحوت توا شنو؟ الحوت في فترة الشتاء يغلى ولا شنو الحكاية بالضبط؟ مش الحوت، مش مسألة الحوت يغلى. الحوت ما فماش. لو كان ما جاش الحوت المربي هذاك اللي يجيبوا فيه، راهي وسكروا الأسواق الحوت سكرت. ما فماش الحوت نتاع اللي توا عمارة باش تجيب. أنت توا تخرج من الأربعة نتاع الصباح تروح، ما ثلاثة نتاع العشية تجيب زوز كيلو حوت، بلا بقاش باش تبيعهم. ما فماش. هاي الناس باش بيكا برا سهلة بماتريالها ما يجيبش في الحوت. ناس تبات في البحر يجيبك في كيلو ونص كالامار وزوز كيلو ونص مابقاش باش يبيعهم. بقداش؟ ب 30,000. هو يبيع الكالامار ب 20 ولا ب 15، يبيع الورقة ب 15 ولا ب 16 تلقاها في السوق ب 40,000. شو عملنا هنا؟ والله العلي العظيم لا يصورهم البحر ياي، والله يطلع خاص. يصرف ويقادي ويعمل ويجري، اقسموا بالله اقسموا بالله، وكان يمشي للمرمى ويهز باله واحد يا لما يصور الفلوس خير ما يمشي للبحر. هاو اسال الناس اللي قد قد الناس البحريه واللي تخدم في البحر، اقسموا بالله هربوا ومشاو للمرمى. انت عندك قديش في البحر؟ في عمري كامل مولود، دارنا هنا ورا القصه هاي هنا، عمرنا كامل في البحر، هنا مخلوقين مولودين في البحر، نتاعنا بحرنا هنا، نسكنوا هنا، احنا ديارنا هنا، عمري كامل 60 سنه في الماء، 60 عام واحنا في الماء، ما نعيشوش فقارة، ما تصور منه شيء البحر.
ميتة شوية ميتة نخدمو بالشباك حريرة نخدمو شو نخدمو بالليل احنا مكتبتنا حط بالليل بالضو نقزنا ملعبنا ندولو عليها فهمت شوية ملعبنا شوية فدوش منكوس كان موجودة زادة قليلة هي ديجا شوية ملعبنا تو حاليا جو ثم مس ولا ما فهم مس قليلة تويكا قليلة بحر مية برشة تو مية برشة برشة ما نعرفش تو ايش موجود طبعا ما في الصيف تتحرك شوية شوية ورقة شوية شلبة كعبة منكوس فدوش ما حاليا تو الشتاء تموت بصفة عامة كي تبرد الدنيا الحوت يدخل داخل مش ما نعرفش يمكن الحوت يقل احنا خاطر مزوقه خاطر حوت يدخل ويخرج فهمت هو هيك هو وكثرة الشباكات وكثرة برشا حكايات برشا حتى من البر دي جا مضايقين ولينا حتى باش يخدم في البر ما تلقاش كي تخدم تلقى جماعة المليونيات يخدموا برشا كيفاش تخدم في البر؟ من البر برشا عمايريه برشا مليونيات الناس كلها على الشط ليل ونهار ولا في الشط الشط على الشط ما تلقاش شافت الغرام كيف كيف هم الغوق زاد اللهم صل على النبي برشا غوق مش بايت شباك ما تجيبش بايتهم فهمت ما هذيك هي ما صحيح الصيد صعيبه صعيبه برشا تو مش كيما قبل كيما تو كثرت برشا شباك وكثرت برشا فليك لا يعني فيها تعب فيها تعب بصفة عامة خاصة مع الغوق تو هيك ما تجيبش يخدم برشا غوق برشا برشا غوق تعرف الغوق شنو الغوق هذا الكرنب حاجيك الكعب برشا كرنب برشا برشا باش ترمي بالليل تعب ياسر ولات حتى بالنهار ما تجيبش يخدم باش ترمي شباك باش تخليهم بعد تعاود تنزل ما تجيبش يسر عليك من الغوق برشا غوق برشا غوق ها يرزان وقطع لك الشباك وما تجيبش تخدم حتى كعب حوت ما تضربش فهمتني احنا مكفيتها خدمتنا كلها ليل ليل بالليل خاطر بالنهار كيما قلت لك ما تجيبش تخدم شرمي الشباك تبيتهم جي الصباح وحاجه من السرقه ولات فما سرقه سرقه في البحر؟ سرقه في البحر كيفاش؟ ترمي الشباك باش تروح ما تتناش عليهم جي الصباح ما تلقاهمش عادي يسرقوهم لازمك تبيت فهمت لازمك تبيت عليهم شبيت يوصل بحر شبيت تخدم شبيت تعس شبيت على برشا حكايات